صح تينا كان ثقيل وين صعب شويه علينا المأمورية، مي الحمد لله يا ربي حقنا هذا اول فوز في الملعب تاعنا امام منافس اللي جاب 4 ديفات اللي كان ما خلاناش نكونوا الاز وين مد افون اللي كان باش يخرج بنقطه التعادل، مي الحمد لله يا ربي عرفنا كيفاش نسيروا اللقاء وفزنا بالنقاط الثلاث. ادينا مقابله في الحسن ماشي حتى في الجيد مع التيران جديد هذا، منافس ولا غير منافس في العلامه كامله انا اعطيه دار اللي عليه، يلا غالب هذا هو الفوتبول جرينا المقابله وسيطرنا عليها طول وعرض، ما يخفكش باللي درسنا يعني الخصم طريقة جيده، قفلنا له المساحات، لعبنا بدو بلوك، لعبنا على الاجنحه، مين نتاج النتائج اللي خانتنا الله غالب سوء التحضير نتاع البدايه اللي ما بديناش قبل، مالي قال ضيعنا 15 نقطه حسابيا خمسه مقابلات، مين نقول لكم انا نوعدكم باللي راح تشوفوا وجه اخر تاع هذا وفاق مسيله في مرحله الاياب ان شاء الله. درنا تقريبا ماتش ما في تو بور لو تو سير تراطينا بزاف لي زوكازيون مي اون كيسينا بيت بات مي ان شاء الله مازال شامبيون طويله ان شاء الله.